مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 60 دقيقه، كل دقيقه تفرق. النهارده اليوم الوطني لمصر، النهارده ذكرى ثوره 23 يوليو 52، الثوره اللي شهدت ميلاد الجمهوريه المصريه. حلقه النهارده بين ثورتين وجمهوريتين، تاريخ وكفاح ونضال امه عظيمه اسمها مصر. ثورة يوليو اللي أسست النظام الجمهوري، وثورة يونيو اللي شهدت تدشين الجمهورية الجديدة. اللي بيدرس كويس الظروف والملابسات اللي سبقت يوليو 52 ويونيو 2013 هيلاقي حاجات كتير بتبين قد إيه مصر بلد عظيمة. علشان كده النهاردة هنتكلم عن مصر العظمى بين ثورتين وجمهوريتين. يعني مثلا فكرة الفوضى مش جديدة، يمكن المصطلح ما كانش معروف زمان قوي، لكن قبل قيام ثورة 23 يوليو بست شهور بس، مصر كانت في حالة فوضى مرعبة. حصلت معركة الإسماعيلية واللي استشهد فيها أبطال الشرطة المصرية بعد مقاومة مع جنود الاحتلال. احترقت العاصمة بشكل ممنهج، سقطت وزارة النحاس وأعلنت الأحكام العرفية، وتم تعليق عمل مجلس النواب، ثم راحت الوزارات المصرية تتساقط أمام أعين الاحتلال، وأصبح الملك مجرد ورقة محروقة. الطريق إلى يوليو ما يختلفش كتير عن الطريق إلى يونيو، وفي الحالتين كانت قواتنا المسلحة هي الدرع والسند، معمل ومصنع الوطنية المصرية. في الكلمة اللي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة للأمة المصرية بمناسبة العيد 69 للثورة، أكد اللي بنعيشه النهاردة كان بداية الطريق ليه، ثورة 23 يوليو. خلونا نبدأ حلقتنا. وأقول لكم بكل الصدق إنه من خلال المخزون الحضاري لهذا الشعب العظيم والإدراك العميق لحقيقة ثابتة وراسخة، وهي أننا جميعا شركاء في هذا الوطن، ومن ثم مسؤولون عن تحقيق تقدمه وازدهاره، فإنني كنت وما زلت على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات لما نرضاه ونفخر به، ليكون حاضر ومستقبل مصر بعظمة ومجد ماضيها، وليجد كل مواطن في هذا البلد متسعا كريما له ولأبنائه، مستلهمين في ذلك روح ثورة يوليو الخالدة التي أقول في ذكراها إننا قادرون على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه العظيم. إذا جد الجد فلم نجد مناصا من منازلة الفساد والقضاء عليه أينما وجد. لم تكن أيها الإخوة الطلائع الثائرة في ليلة 23 يوليو إلا تلبية لنداء شعبي. مادة واحد، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. هنقاتل لآخر نقطة دم، لن نسلم أبدا، بنبني بلدنا، بنبني تاريخنا، بنبني مستقبلنا. النهاردة ده شعار كل مصري. نعمل ونبني من أجل خلق وطن متحرر قوي. أهلا بحضراتكم من جديد، خلونا نبدأ حلقتنا. يمكن كل سنة وإحنا بنتكلم عن ثورة يوليو مع أنها العيد الوطني أو العيد القومي، يطلع لك
ناس كده يحاولوا يحطوها في دائرة من الجدل. بغض النظر عن وجهات النظر كلها، ده احنا اكيد بنحترم كل وجهات النظر، بس خلونا نقول ان ثورة يوليو دي هي فصل حتمي في التاريخ المصري. يعني ايه؟ يعني ثورة يوليو كانت ثورة الضرورة، لم تكن رفاهية، وما كانش فيها أي رفاهية اختراع. النظام الملكي كان انتهى فعلياً، وكان لازم يتقدم الصفوف مؤسسة وطنية تقر وتحمي بقاء هذا البلد. طيب يعني إيه الكلام ده؟ حدث عظيم في بلد كبير زي مصر، لازم نقرأ السياق الدولي المحيط به. كيف كان العالم قبل يوليو؟ وكيف كانت حالة مصر قبل يوليو 52؟ هتلاقي إن مصر من بداية الحرب العالمية الثانية حتى نهايتها دخلت في متاهة كاملة. هتلاقي إن مصر كانت تحكم بلا أي مبادئ. يعني يعني لما تيجوا كده نفتكر تاني الخطاب استاد القاهرة اللي كنا بنتكلم عليه امبارح، خطاب 15 يوليو للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو بيقول عناصر القوة الشاملة للدولة المصرية ويعددها القوة العسكرية والقوة السياسية والقوة الاقتصادية والقوة المجتمعية. خد بقى العناصر دي وشوف حالة مصر قبل يوليو 52. مش قصتي بقى الناس اللي هما كانوا فاكرين ان هو قبل ما يرجعوا قبل 52 كان ده هيبقى باشا وده هيبقى برنس وبتاع، يعني دي احلام لطيفة كلها يعني، وممكن نتكلم على البعد الاجتماعي كان حالته عاملة ازاي. قبل يوليو 52 كان الوضع عندك قوة العسكرية، ما تقدرش تقول ان انت عندك قوة عسكرية من الاساس. وظهرت الفاجعة في حرب فلسطين. قبل يوليو 52 كان عندنا اقتصاد، والجنيه المصري كان معدي الجنيه الذهب، دي حقيقة، بس الاقتصاد ما كانش تحت ايدينا، والارض الزراعية بتاعتنا وخيرها كله كان متجند لخدمة المجهود العسكري في الحرب العالمية الثانية. وحصل أزمة بضائع وسلع وما إلى ذلك وقت الحرب العالمية الثانية في مصر، وإحنا اللي بننتج ومزارعنا هي اللي بتنتج ده. طيب القوة السياسية، جلالة الملك فاروق، وانا مش قصتي ان انا اوزع صكوك وطنية واقول ان ده كان وطني او ما كانش وطني، الناس كلها اكيد كانت بتحب مصر. بس بعد حادثة 4 فبراير وحصار مقر الحكم ومندوب الاحتلال بيدخل على الملك، ودي فيها روايتين بالمناسبة، الروايتين كان ذكرهم الأستاذ رحمة الله عليه الأستاذ صلاح عيسى. والرواية الأولى بيقولوا إن هو دخل بالورقة بيقول له امضي على تعيين حكومة نحاس. الرواية الثانية كان فيها تجاوز أكتر، إن هو دفع الباب بقدمه. فأنت ما تكلمنيش هنا بقى إن أنت ليك قوة سياسية أو ليك حضور سياسي أو ليك حتى كرامة سياسية. تعالى نتكلم بقى على القوى المجتمعية. القوى المجتمعية باختصار شديد إن مصر كان ينعم بخيرها يعني 2-3% من نسبة السكان تقريبا يعني، وكانت عائلات معروفة بالاسم. القاهرة كانت أجمل من باريس حقيقة، والقاهرة رجعت دلوقتي من أجمل عواصم العالم، وشفنا التقرير الأخراني بتاع الإيكونومست. بس مش هي دي القصة. الوضع كان عامل إزاي في غالبية الشعب المصري، في القرى
وفي النجوع اللي رايح لهم النهاردة حياة كريمة. انت النهاردة الجمهورية المصرية لما بتعمل مبادرة اجتماعية رايحة ل 58 مليون تغير حياتهم. قبل يوليو 52 أكبر مبادرة اجتماعية كانت اسمها مكافحة الحفاء، إن أهلنا يعني يلبسوا أحذية في رجلهم. دي كانت أكبر مبادرة اجتماعية وقت الملكية، للناس قاعدة تعمل عنها تصورات رهيبة جدا يعني. كانت في القرى والنجوع كانت كل قرية مهمتها إنها تخدم على بيت واحد. في ناس بتقول لك يعني من ضمن الجدليات اللي طلعت على فيلم يعني رد قلبي الأديب الكبير يوسف السباعي وكده، لا هو على فكرة رد قلبي يعتبر يعني تجميل للواقع اللي كان موجود. الفقر المهين اللي عانى منه المصريين قبل يوليو 52 يمكن من أجمل من صوره كان الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي في رائعته الأرض. هتشوف الفقر كان عامل إزاي. أدي كده الأربع عناصر. طيب طيار الوطنية المصرية في البلد دي من قبل يوليو 52 وحتى كمان من قبل ثورة 19 من لحظة دخول المحتل. يمكن ثورة 19 هي كانت بداية الزخم وخلق نخبة، قضية التحرر الوطني قدامها، بس النخبة دي عانت، وبعد ما النخبة دي عانت تفتتت وانتهى الطريق ان وقت الحرب العالمية الثانية كنا امام ملك بيراهن على فوز الالمان وحكومة بتراهن على فوز الانجليز، اما المصريين فكانت ضالتهم في السند دائما في المؤسسة الوطنية في قواتنا المسلحة. مش عايز اكون يعني ممكن يكون حد بيتفرج عليا دلوقتي ومش عاجبه الكلام اللي انا بقوله عن الحقبة الملكية، اكيد كل حقبة كان فيها يعني حاجات جميلة وحاجات راقية وشيك، ده مؤكد، بس لازم تعرف كمان الطريق الى يوليو كانت اسبابه ايه. في كلمة كده مثلا في الافلام او حتى في الدراما اللي بتجسد المرحلة الملكية اللي هو يقول لك هنتظرك في الكلوب اللي هو كلوب محمد علي اللي هو حاليا مقر النادي الدبلوماسي في التحرير. هل تعلم حضرتك ان هذا المكان مبرر تأسيسه كان انه يبقى مكان يحتوي على سهرات العائلة المالكة والحاشية للعيلة المالكة علشان يبقى مقفول عليهم، علشان الشارع الغاضب في مصر اللي ما بقاش طايق الوضع، الشارع اللي حاطط قدام عينه قضية التحرر الوطني من سنة 19 ولا عنده ملك حاططها قدامه ولا عنده حكومة حطاها قدامه ولا عنده نخب حطاها قدامه. تحية كبرى للآباء المؤسسون للجمهورية الأولى، تحية كبرى للضباط الأحرار، تحية كبرى للرجالة اللي حطت روحها على إيديها لأجل مصر ولأجل هذه البلد. قبل يوليو 52 وبرضو بالحاجات اللي الناس بتقعد تكتبها على السوشيال ميديا يعني تحديدا، يقول لك مثلا على حرية الصحافة قبل يوليو 52، أقول لحضرتك إن يعني كاتب عظيم وأيقونة صحفية عظيمة زي الأستاذ إحسان عبد القدوس اعتقل وقت الملك لأنه هاجم الإنجليز. يعني في ناس بيستشهدوا يقول لك إيه ده إحسان عبد القدوس هاجم الملك وما عملوش حاجة، لا أنا هقول لك يعني اللي حصل بعد كده إيه. لكن لما إحسان عبد القدوس كتب على الحاكم الإنجليزي
فيروز اليوسف كتب هذا الرجل يجب أن يرحل الآن، تم اعتقاله. وفي اعتقاله بدأت أواصر العلاقات بين إحسان عبد القدوس والحركة الوطنية المصرية، وكان من بينهم الضباط الأحرار. بيقول إحسان عبد القدوس في مذكراته عن اجتماعات كانت تجرى في مقر روزا اليوسف سنة 49، وشاف الحلم معاهم وعبر عن الحلم بألمه. في 6 يونيو 50 كتب إحسان عبد القدوس سلسلة مقالات الأسلحة أو مؤامرة الأسلحة الفاسدة، المؤامرة اللي استهدفت كسر الجيوش العربية في حرب فلسطين. ولكن بطولات الضباط المصريين في حرب فلسطين وهم بيحاربوا بأسلحة بدائية متكهنة من الحرب العالمية، من مخلفات الحرب العالمية الثانية، مقابل تسليح غربي متطور، كانت النتيجة وقتها يعني منطقية. بمناسبة البطولات، يمكن حرب فلسطين دي تشهد للرئيس محمد نجيب بالجسارة والبطولة، مثلما تشهد الفلوجة على جسارة وبطولة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. كل دي كانت مقدمات لثورة يوليو، علشان كده بقول عليها هي ثورة الضرورة. حضرتك بقى تأثرت بمسلسل معين صور لك ان الحياة كانت هتبقى كده لو انت موجود في الزمن ده، يعني دي وجهة نظرك، تأثرت بكتابة معينة، لكن ده كان العالم حوالينا وده اللي عاشوا أهلنا. ولولا الآباء المؤسسون للجمهورية الأولى واللي عملوه في 23 يوليو، وإن هم حطوا روحهم على أيديهم فعلا، عمرنا ما كنا هنشوف البلد اللي احنا عايشين فيها النهاردة. علشان كده ما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده في كلمته للأمة بأن كل ما نشهده اليوم بداية الطريق ليه كانت ثورة يوليو، هي حقيقة وعقيدة. هتلاقوا متشابهات كتيرة جدا بتعكس إن فعلا الاستقلال الوطني واستقلال القرار الوطني ثمنه مش سهل. بس خلونا نقول ده بعد الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم.
اهلا بحضراتكم من جديد. يعني نقول ايه، فعلا تحيه الى الاباء المؤسسين للجمهوريه المصريه. وانت بتتفرج على التقرير والصور، عارف لو حكينا نبتدي منين الحكايه؟ نبتدي من الجلاء، ولا نبتدي من التأميم، ولا نبتدي من إعادة بناء القوات المسلحة، ولا نبتدي من إن مصر بقى بيحكمها مصريين، ولا نبتدي من العدالة الاجتماعية والإصلاح الزراعي، ولا نبتدي من السد العالي؟ تحية لهم، وعاشت ثورة يوليو، الثورة اللي انتصرت للقرار الوطني المصري، وهو القرار اللي مصر بتدافع عنه وبتدافع عن استقلاله إلى يومنا هذا. وهي دي برضو التعهدات اللي تضمنتها كلمة السيد الرئيس النهاردة بمناسبة عيد ثورة يوليو، بالحفاظ على أمن مصر ومقدرات الشعب المصري. بعد الحوار هنواصل حلقتنا مع الكاتبة الصحفية والنائبة الأستاذة فريدة الشباشي، وحديث عن ثورة يوليو. بيان من الفريق أركان حرب محمد نجيب إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول أن يتنازل جلالته عن العرش. نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان قررنا النزول عن العرش. دفئت ساعة العمل بالثورة لكفاح الأفراد. كل واحد من الناس اللي اشتركوا في الثورة كان بيقول إذا ما استطعناش إن احنا ننجح فليس أقل من أن نضحي ونثبت للأجيال القادمة إن الجيل اللي كان عايش في سنة 52 مرضيش يسكت على الظلم ولكنه قام وقاتل. أهلا بحضراتكم من جديد. رجعنا لستين دقيقة وحوارنا مع النائبة والكاتبة الصحفية والإذاعية المخضرمة بالمناسبة، عشان مش كتير بيقدموها ان هي اذاعية مخضرمة، الأستاذة فريدة الشباشي. أولا كل سنة حضرتك طيبة. وأنت طيب. ثورة يوليو وعيد الأضحى. وكل المشاهدين بتوعك اللي هم كتير قوي، وأنا منهم على فكرة، لأن بتابع دلوقتي 60 دقيقة كل مرة. وبحييك عليها. ربنا يحفظك. وبحييك على الكلام العاقل اللي بتقوله واللغة المحترمة اللي بتستخدمها. صحيح. على فكرة ده مش جديد. انا يعني شكرا. انا عايز اقول لحضرتك يعني شكرا على تشريفك، وشكرا على حاجات كتير. ربنا يخليك. كتير قوي يعني دايما يعني بتشجعينا يعني. لا بالعكس، انا بتشجع لما الاقي شباب زيك. الله يحفظك. يعني انا سمعتك بتتكلم مع حد، مع يمكن شردي مره، عن شخص اهان الاعلام، ما شفتش جراءه كده ولا موضوعيه كده. ما هو مش بس يعني الواحد يهبش وخلاص يعني، فيعني انت ليك رصيد. طيب. جامد برضه. طيب احاول بقى استغل الرصيد ده في الحوار. قول يلا. طيب. طبعا معروف يعني لما نقول الناصريين ومحبي الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، اسم فريدة الشباشي بيجي اول كده، بيجي اول حاجه. فرحتني والله. طيب. انا دلوقتي عندي في الموضوع ده من العشم يعني شوية تساؤلات. قول. يعني أول حاجة حضرتك أرستقراطية جدا. لا مش صحيح. كملي بس. يعني خدي مني، أنت قلت لي عندك رصيد. خلاص. واللايف ستايل بتاعك أرستقراطي. ماشي. تمام؟ قول. نمرة اتنين، وده بقى يعني محير، إن يعني حبك الوحيد وهو الأستاذ علي الشباشي سجن في عهد الرئيس عبد الناصر 6 سنين. بالظبط. طب فسريها لي. أفسرك. أولاً أنا يعني أبويا كان عنده أسطول سيارات، وحصلت له كارثة مجال تاني. مش أرستقراطية خالص صراحة. مش أرستقراطية خالص. لا والله. لا بس بعد كده نمنع على الأرض. على الأرض. تمام.
وجدي ابو امي كان من اعيان قريه اسمها التبين. لما امي قالت ابويا قال لها طلعيها دي بنت، ابويا الصعيدي بقى قال لك دي بنت والصبيان هم اللي يتعلموا. جدي قال لها لا انا اللي هكمل لها. فانا السمه بتاعه يعني الادب وقراءه الادب والحاجات دي وبتاع خدتها من المدرسه الفرنساوي والدراسه الفرنساوي. الحاجه الثانيه انت قلت لي ايه؟ المنحة الارستقراطي في حياتك. لا لا ما هو ثم لا ما هو الارستقراطي يعني ما هو عمرك الاستاذ علي الشباشي سجن في عهد الرئيس عبد الناصر. انا هقول لك على حاجه، علي يعني مصري شريف ومحترم، لانه قال لي مره احنا كنا بنعمل تنظيم سري يعني لقلب نظام الحكم بالقوه وإقامة ديكتاتورية البروليتاريا، حزب ماركسي يعني. أنا ما كنتش فاهمة حاجة، ماليش في السياسة خالص يعني. فاللي حصل إنه هو قال لي في أي بلد في العالم لو حزب سري يتمسك، وفي أعظم ديمقراطية ما دام سري. إنما الناس اللي كانوا عايزين يقتلوا عبد الناصر في المنشية استغربوا إنه حبسهم إزاي؟ أنا هقتلك اديني كوبوكيه ورد ولا حاجة كده يعني. المهم يعني فاللي حصل إن علي لما طلع من السجن كمان عايز اقول لك في 67 كان ممنوع من الشغل، ممنوع من العمل. فانا كنت قاعده انا وهو الظهر 9 يونيو ظهرا كنت بشد يوم صور الخطاب الشهير طبعا. كنت بشد صور عبد الناصر من على الحيطان واقطعها. والله جينا بالليل منتظرين بقى من 9 يونيو 67 اللي هو يوم خطاب التنحي الشهير. يوم خطاب التنحي. فانا عماله بسمع منتظرين خطاب التنحي، فبصيت لقيت بنجيب بقى تل ابيب وصوت امريكا، ما كانش فيه قنوات وكده وبتاع، بجيبهم. لا بصيت لقيت كراهيه غير معقوله، فبصيت لعلي قلت له ايه ده يا علي، دول اعدائي ودول بيكرهوه يبقى هو حبيبي. انت عارف عملتها، انا كنت لسه صغيره في السن برضو وما عنديش خبره. فعمري ما هنسى الى اخر يوم في عمري نظرة علي وعينيه مليانة دموع وهو بيقول لي نفس سيناريو محمد علي بيتكرر. فأول ما عبد الناصر قال أتنحى أنا كنت في الشارع، والأول مرة في حياتي أنسى نبيل ابني، أنسى إن أنا مخلفاه، كنت حامل في ولد تاني وراح مني. حتى الدكتور دكتور محمد فياض الله يرحمه. يبقى ده برضو بيأكد حاجة. بيأكد إيه؟ إن غالبية الناصريين انتمائهم عاطفي بالاساس. طب بس عايز اقول بس عاطفي ازاي؟ ما بقول لك سمعت تلقي ابيب وامريكا بيشتموا فيه ومش طايقينه، وهذا الدكتاتور يجب ان يرحل. كل دكتاتور طلبوا رحيله خربوا البلد بعدها. احنا ما حدش يعرف شفرتنا زي ما انت كنت بتقول من شويه. احنا لما نزلنا في 9 يونيو بقى بالملايين في ظرف لحظات قصيره جدا. نزلت الشارع يومها؟ انا نزلت الشارع طبعا. كنت الشارع. وبعدين محمد فياض قال لي ليه فريده تنزلي في المظاهرات لما راح مني الطفل؟ ده بينزلوا في مظاهرات الرعاعه. قلت لهم انا من الرعاعه وانت نازل. بس احنا نزلنا عملنا ايه في 9 يونيو مساء؟ هزمنا الهزيمه، لان لولا 9 يونيو مساء لا كان في حرب استنزاف ولا كان في عبور. تمام ولا لا؟ وانا هي فكره اعلان الشعب الصمود ووقوفه خلف القياده. لا مش بس مش اي قياده يعني. طب انا هقول لك على حاجه، مين القائد اللي قدر؟ سيبك الوقت السيسي ده حاجة تانية هنتكلم تمام؟ بس لغاية قبل الرئيس السيسي وقبل ما ننزل 35 ل 40 مليون نشاور عليه ونقول هو ده يعني هو ده القائد وهو ده اللي احنا فوضناه، مين بعد عبد الناصر قدر؟ ما انا مرة واحد بيقول لي الاتحاد الاشتراكي اللي ينزلكم، قلت له طب الاتحاد الاشتراكي نزلني انا اداني 50 قرش وفقدت طفل. طب يوم الرحيل برضه الاتحاد الاشتراكي اللي خلانا لطمنا وصوتنا وقطعنا شعرنا. في حاجه في هذا الرجل، شوف ما كانش انت ليه اخطاء يا استاذه فريده. الاخطاء كانت ايه؟ لا انا بسال حضرتك، ما كانش ليه اخطاء؟ طبعا في السد العالي، ففي واحد زعلان ان السد العالي ضيع السردين، ده خطا جسيم. انما انه حمانا من الجوع وحمانا من العطش وحمانا في سنوات الجفاف العجاف اللي انا كنت بشوف في باريس كانوا بياخدوا اولادهم ويعيطوا ويدفنوهم وهم ماشيين، ودول مشاطئه للنيل. يعني طبعا ازاي تبني سد عالي؟ يعني ازاي تاخد من واحد عنده؟ انت عارف مره جوز خالد علي قال لي على فكره ابن البوسطجي اللي مش عارف ايه، وقعد بقى يلبخ يعني. ده احنا كنا بنربط الفلاح في الشجره
ونديله طلقتين زي القطه ولا اللي كان له سعر. خلى للفلاح سعر، قلت له تتصور يا عم فلان ان السبب الذي من اجله انت تكره عبد الناصر انه خلى للفلاح سعر هو تحديدا السبب اللي انا بحبه عشان عبد الناصر؟ ايوه استاذه فريده، ما هو اكيد اي قائد او اي زعيم او اي قياده حتى بحجم بالظبط الرئيس جمال عبد الناصر اكيد ليه ايجابيات وليه سلبيات. وعلى فكره خد بالك ان هو كان عنده كاريزما وكان عنده شعبيه لا مثيل لها ولغايه النهارده، ما شوف انت مين يعني. ده راجل لما كان بيطلع، لما طلع في الازهر الشريف سنه 56 وعمل الخطاب بتاع لن نستسلم، اتفجرت انابيب النفط في الوطن العربي كله من المحيط الى الخليج. طب انا نفسي افهم، مش بيقول لك الديمقراطيه هي حكم الاغلبيه؟ صح ولا لا؟ طيب في اغلبيه حصل عليها حد قبل السيسي يعني زي عبد الناصر؟ مفيش. احنا كنا بننزل في طبعا 5% من الناس كانوا اقطاعيين، وكانوا ده احنا كان في باشا قدامنا على الرصيف في حلوان، على الرصيف الثاني كان ممنوع نمشي على الرصيف يا راجل. ده جاب لنا يعني حسسنا بالكرامه. وعشان كده انا شخصيا يعني طبعا كل ده مسبوق انت عارف انا شخصيا رايي انه 30 يونيو هي امتداد لثورة يوليو. ما ده طبيعي ان هي 30 يونيو امتداد، استرداد الهوية واسترداد استقلال القرار الوطني بالظبط، واستدعاء القوات المسلحة لنجدة الوطن. ايوه طبعا، ايوه على طبعًا. فكرة يوليو كان الجيش عمل للثورة واحنا انضمنا له. يونيو احنا عملنا الثورة وقلنا واحد اثنين الجيش المصري فين؟ لا وحاجة تانية كمان يا فندم، نعم؟ سمحتي لي ان في يوليو 52 هم الضباط الأحرار هم كانوا معبرين عن الحركة الوطنية المصرية. طبعا طبعا. هو أنا عايز أسأل يعني إحنا كنا عايشين في سويسرا زي ما أنت قلت دلوقتي، وقلت أمثلة يعني فعلا من الواقع، من إزاي ده كان الملك اللي بيقول لك ملك مصر والسودان، ده ما كانش ملك مصر، ده كان عشان يروح سوري يعني الحمام ياخد إذن من المندوب السامي. لا إحنا اتحررنا، إحنا نزلنا يعني. وشوف انت في 52 في يناير القاهره، الحريق القاهره وكان في مؤامرات الاخوان وفي ال بمناسبه بقى بمناسبه نعم. الجماعه الارهابيه نعم، يعني متلازمه تاريخيه هي فكره العداء من الجمهوريه الاولى وصولا الى الجمهوريه الجديده. طبعا هم متلازمه العداء من للوطن، من طبعا متلازمه العداء من الرئيس جمال عبد الناصر الى يومنا هذا بالظبط، لانه هم صنيعة بريطانيا. ما احنا عارفين لما كانت محتله مصر، يعني وقتها ايوه المحتله وقتها كانت محتله مصر، وعملوهم اخوان مسلمين. حتى انا دايما بقول طب هم اخوان مسلمين واحنا كفار قريش، يعني اشمعنا هم بس الاخوان المسلمين؟ في حاجات غريبه لازم نقف عندها. وفي ناس ما عندهاش ضمير ولا عندها ذمه ولا عندها وطنيه، لما تفضل تقول لك ان احنا اتهزمنا يا اخويا، ما امريكا اتهزمت وبريطانيا اتهزمت وفرنسا اتهزمت وايطاليا، اشمعنا احنا اتهزمنا ازاي؟ انت فكره الاحتفاء بالهزيمه دي بتوجعك؟ لا مش بتوجعني، انا بقرف منهم، لان انا رايي ان احنا هزمنا الهزيمه. وعلى فكره انا لما كنت بشتغل في فرنسا في الاذاعه كان في تصريح لرجل مخابرات اسرائيلي قال ان حرب الاستنزاف هي اطول واوجع واشرس حرب خدتها اسرائيل مع ما اخدتش حقها لحد دلوقتي حرب الاستنزاف، مع ان تاريخ البطولات فيها عظيم جدا. طبعا يمكن فيلم الممر هو بدايه كده. الكلام عن والاختيار كمان، لا الاختيار ده ملحمه رهيبه زي السيره الهلاليه كده، انا نفسي ان هي تستمر. احنا عايزين نرجع تاني بقى احنا القوه. شوف انا لما كنت بروح اي قطر عربي وانا في الاذاعه بره في فرنسا بشتغل يعني بغطي حاجه، كانوا العيال اللي قد كده بيكلموني باللهجة المصرية. احنا النهاردة يعني انت عارف بقى كل حاجة فينا اتغيرت، عايزين نرجع تاني لأصالتنا. طيب رأي حضرتك ايه ان معظم المشاكل مثلا في هيكلة الاقتصاد، في بيروقراطية، نعم، في العمل الحكومي وما الى ذلك، دايما حتى في الصحافة القومية بالمناسبة خلاص دايما الجذور ترجع للحقبه الناصريه لفتره الرئيس جمال عبد الناصر. ليه؟ عبد الناصر على اساس انه امن يعني؟
لا انا بس حضرتك ايه رايك في لا انا رايي ان في عداء لعبد الناصر والثوره يوليو مش عشان مع عبد الناصر في رحاب الله وزي بمناسبه العداء لثوره يوليو ثوره يوليو كان ليها امتداد اقليمي كان ليها امتداد اقليمي في هذه المنطقه ايوه طبعا هنتكلم عن الحاله دي خلاص بس بعد الفاصل نخرج فاصل ونرجع نكمل حوار قناة السويس بقت بتاعتكم بنوك بقت بتاعتكم شركات انجلترا الصناعية اتأممت ما حاولتش ملكيتها باسمي مفيش حاجة بملكها في هذه البلد أبا إلا السادة الفقراء ليهم الجنة والفقراء دول ملهمش نصيب في الدنيا نصيبهم بس في الآخرة تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية ثورة يوليو طبعا هي حدث مش فارق في تاريخ مصر بس هو حدث فارق في التاريخ السياسي العالمي بالظبط بشكل عام لان هو اسس لحقبه عالميه جديده وانهى قوى دوليه قديمه وبدايه بزوغ قوى دوليه جديده حتى ازمات ثورة يوليو كانت جزء من معارك هذه القوى ثورة يوليو من اهم منجزاتها هي فكره إقامة منظومة أمن إقليمي عربي بشكل أو بآخر وإحياء الشعور بالقومية العربية الشعور القومي العربي تمام طيب يعني وكان ليها امتدادات واضحة خلاص في العراق في سوريا الجزائر اليمن الموحد تمام في ليبيا هل صدفة إن ما سمي كذباً بالربيع العربي وهو الخراب العربي يستهدف الامتداد الإقليمي ليوليو 52 بالظبط كده وأنا هسألك سؤال تاني هل صدفة إنه في يعني حرب لا مثيل لها على فكرة أنا سلاح السؤال فررت فيه مرة واحدة كان الأستاذ مفيد فوزي دي تاني مرة تفضل يا فندم إيه كان سلاح السؤال أنا فررت فيه مرة واحدة كان ضيفي الأستاذ مفيد فوزي في الإذاعة خلاص فانا سالته راح رد عليا بسؤال فدي تاني مره افرط في سلاح السؤال اتفضل يا فندم لا انا بالعكس انا بقول لك على تجربتي يعني يعني انت النهارده عندك فرنسا كانت مش طايقه عبد الناصر لانه ساعد في تحرير الجزائر الغرب يعني الدول اللي كانت محتلانا مش طايقه عبد الناصر لان الدول العربيه تحررت وخد بالك بقى ان بعد كده يعني زي ما الأستاذ أحمد بهاء الدين الله يرحمه ألف طبعًا رحمة طبعًا وكان عف اللسان لما جه يصف كيسنجر قال هذا الصهيوني الحقير على حكاية الربيع العربي دي لما قال أكبر ضمان لبقاء إسرائيل في المنطقة هو تفتيت المنطقة إلى دويلات عرقية وطائفية بعد ما كنا بقى من المحيط إلى الخليج عندنا زعيم بيكلمنا اللغة بتاعتنا بس وعندنا النظام العالمي نفسه تغير والزمن نفسه تغير ما هو الزمن تغير مش لصالحنا طب ما نخليه لصالحنا واحنا دلوقتي في جمهورية جديدة والزمن صالحنا ما انت لقط اللي قاله ما احنا دلوقتي ايه بناء مصر العظمى مرة أخرى بس بناء مصر العظمى بناء على ايه استيعاب دروس الماضي طبعا مش الدروس بقى ان التوخي الحذر من الأعداء انما دروس الماضي ايه يعني احنا النهارده لو ما كانش عبد الناصر امم القناه كان بقى عندنا قناه سويس زي السد العالي كان بقى عندنا السد العالي كان عندنا حديد وصلب كان عندنا الومنيوم كان عندنا الصحه الزراعيه على فكره تفتيت الارض الزراعيه حصل في السبعينات لما على كل انا كنت في فرنسا ورجعت ورايحه لامي في حلوان عيطت في الطريق
من كتر العمارات اللي كانت فوق الارض الزراعيه. والنهارده الرئيس السيسي يعني بيوقف ده وبيمنعه. بس انت كنت اثرت حاجه وانا اتكلمت عنها بعدين توري لك ان مش احنا يعني هم ما بيتغيروش بس احنا بنبقى اكثر قوه. لما جون ماكين قال لما طلع السيسي قال لن نسمح بظهور ناصر اخر. ليه؟ لا ده كان فهمت حضرتك ده كان في سبتمبر 2013 بالظبط كده. كانت ندوه في معهد ماكين للدراسات الاستراتيجيه بالزبط. وما كانش السيناتور ماكين كانت الباحثه ميشيلدن وهي تكره مصر كراهيه التحريم تمام وكان جاكسون ديل مدير تحرير او رئيس تحرير الراي في الواشنطن بوست انذاك. وكان الحدث معمول عن ثوره 30 يونيو. والمفاجاه انا كنت وقتها انت حضرتك عارفه وقتها كنت مراسل للوطن انا خفت يموتوك فانا بكتب الحدوته اللي هتحصل يعني الكلام اللي هيحصل ايه. فبدا العرض لقيت صوره رئيس جمال عبد الناصر ثم صوره القائد العام للقوات المسلحه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وميشيلدن قالت لن نسمح بس جون ماكين كمان وشكرا على المقال اللي حضرتك كتبتيه بعدها طبعا يعني مناسبه اشكر حضرتك. انا كتبت على وقلت له هو جاي يحكمكم جاي يحكم اوهايو ولا كاليفورنيا هي فكره استقلال القرار الوطني استقلال قرار مصر هو بقى ايه هي العباره الخالده لعبد الفتاح السيسي ايه هي لا إرادة تعلو إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى أنا دي جننتني لن تعلو إرادة أنا بعدها على طول كتبت مقال قلت نعم السيسي رئيسي لأن أنا ناصرية ولأني عارفة مش ناصرية يعني عايزة عبد الناصر في رحاب الله بس السيسي رئيس لكل المصريين مش للمصريين بس طبعا لا ما هو ما فيش كلام وكمان عبد الناصر على فكرة كان كده أنا معنى ناصرية بمعنى إن أنا مع المبادئ اللي بتحمي وطني اللي بتزود الترابط بيني وبين وطني وده اللي بيعمله الرئيس السيسي النهارده. النهارده السيسي لما بيدور في كل انا ساعات بقول ده بينام امتى؟ بياكل امتى؟ شفت النهارده الجوله كل يوم كل يوم كل لحظه كل فئه في الشعب المصري هو مديها اهتمام. صحه المرأة حياه كريمه لا حياه كريمه ده فعلا هو مشروع القرن. بتتكلمي طبعا امبارح واحنا بنتكلم في الحلقه من حوالي 58 ل 60 مليون مصري أيوة. حياتهم بتتغير بالزبط. يعني تقريبا 10 ولايات امريكيه وحوالي 3 دول بالزبط. اوروبيه كل ده مصر بتعمله لوحدها في 3 سنين بتعمله وبتعمله بقى اللي هو ده اللي يخلي انت عارف لما تبقى ومش حاطين بيبيونا كده وبنقول احنا بنعمل كده عشان حقوق الانسان لا احنا بنعمل كده عشان اهل بلدنا هو ده مش بنعمل كده اهل بلدنا هي دي حقوق الانسان اللي بجد بالظبط هو هي دي حقوق الانسان هي دي حقوق الانسان اللي بجد لاي حد بيتكلم في حقوق الانسان انت عارف انا كتبت مره لما كان في شويه ناس هنا مخابيل عاملين واحد بيقول ان اقتل اي واحد اقتل اي ضابط اقتل اي مش عارفه ايه فقال ده حريه قلت لهم حريه الاغتيال اغتيال للحريه يعني انت بتغتال الحريه انا ازاي ما امشيش بامان انا السيسي النهارده كست يعني جده لشاب كبير كده يعني بقول اكتر حاجه انا مديناله بيها من ضمن الديون الكتير اللي عملها لنا ان انا بمشي بامان طبعاً. انا كنت برتعش في الشارع لانه كان ناس يعني على فكره انا عايزه كان بينا حديث كبير وقتها وقت الفوضى بالظبط بالظبط وعايزه اقول ان فكره يعني معلش ده رايي لا بس كان احساسك ايه برضو كده يعني احنا دلوقتي البرلمان هو برلمان الجمهوريه الجديده بالظبط يعني بترقص الجلسه الافتتاحيه انا احساسي بان هذا رجل عظيم وعارف دور المرأة المصرية السيسي يعلم تماما وهو واثق ان اللي طلعكوا في 30 يونيو طبعا. على البتاع هي المرأة المصرية اللي ربيتكم وعايز اقول لحضرتك حاجة خلاص البناء الاجتماعي في مصر طبعا كل العناصر فيه مهمة سواء شباب او مرأة طبعا. او شيوخ لكن طبعا. عنصر المرأة المصرية يتم دراسته طبعا طبعا يتم دراسته لان ثوره 30 يونيو المراه بالزبط. المصريه دورها هو الاوضح مرحله اعاده بناء مصر في السبع سنين اللي فاتوا وفي اجراءات اعاده الهيكله الاقتصاديه والكلام ده كله المراه المصريه تحملت على فكره بالظبط تحملت لان هي بتبقى شايله البيت بالمناسبه بالظبط كده وهي اللي ربت هذا الجيل اللي طلع بيحب بلده
أنا بلاقي الناس اللي تقول لك الأمة الإسلامية عشان واحد زي فلان ولا علان مش عايزين نقول يعني يجي يحكمنا لأنه مسلم. لا يا أخويا كتر خيرك. لا ده كان الحوار بتاع اللي هو بتاع مرشدهم لما يعني غلط في طريق أنا عايزة أقول حاجة، أنا عايزة أنبه حاجة أنا تنبهت لها، إن حكاية الأمة اليهودية هي دي الجريمة الكبرى اللي إحنا قبلناها. لما أنا أقول الأمة الإسلامية لازم أقبل الأمة اليهودية، لا فاهم حضرتك هي فكرة الدولة الدينية الدولة بشكل عام، بس إحنا بنحترم كل كده الأديان بالظبط كده، إحنا كل الأديان إحنا مشاركين في الوطن. أنا النهاردة عندي في القدس الشريف عندي المسجد الأقصى اللي هو من أعلى رموز الإسلام، وعندي كنيسة القيامة اللي هي من أعلى رموز المسيحية. دي أرض، أنا عايزة الأرض، ماليش دعوة بقى إن واحد يجي من يهودي ولا مسلم. وصلنا للدقيقة 60، للأسف كده بتخلص حلقتنا. حضرتك نورتينا. شكرا. وشرفتي 60 أنا اتشرفت وسعدت بالحوار مع حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة، وكل عيد يوليو وحضرتك بخير، ويا رب عيد ثورة يوليو اللي جاي خلاص. محدش عارف تبقي شفتي كده، كان يعني لا هنا كان في شوية أخطاء. لا أنا اللي بقوله، لا أنت عارف أنت لما عندك هنا ان الفقراء لازم يبقى عندهم حياه كريمه، ما ده كلام السيسي. هو ده يعني في حاجات كتير دي قيم انسانيه، ومصر هي دوله القيم، والجمهوريه الجديده هي جمهوريه الانسان. شكرا لحضراتكم، ونشوفكم في حلقه جديده من 60 دقيقه.